بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا سيتافين بالعص إن أقراص، حيث يعمل على تخفيف الآلام مثل الصداع والصداع النصفي وآلام الأسنان وآلام العضلات والدورة الشهرية، ويساعد على تقليل التهابات مثل التهابات المفاصل، ويساعد على تخفيف الحمى المرتبطة بالعدوى والأمراض، ويساعد على تخفيف آلام الظهر وتخفيف الأعراض الناتجة عن نزلات البرد والإنفلونزا وحالات التهاب الحلق. الجرعة قرص واحد حتى 3 مرات يوميا أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 30 قرص. سعر الشريط 17 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.